اهلا بكم مره تانية، وهنقول لكم على كل حاجه حصلت في سماك داون. وكل عام وانتم بخير مره تانية، ويلا بينا نشوف ايه اللي حصل في عرض سماك داون. بنفتتح العرض بقى بدخول ذا ترايبل تشيف، ذا هيد اوف ذا تيبل، رومان رينز والاوسوس وبول هيمن. ورومان رينز بقى بيظل يديها بنفسه قدام الجماهير، ولكن بقى بنشوف شيء غريب من بول هيمن. ورومان رينز بيساله اسئله عن بروك ليسنر، وبيجاوب بول هيمان وبيقول له انا ما عنديش غير مشكله واحده. فرومان بيقول له ايه هي؟ بيقول له هي بروك ليسنر، ولكن ايده كانت بتترعش وهي ماسكه المايك. ممكن يكون ده تلميح كبير ان بول هيمان هيغدر برومان رينز. بعد كده بقى بنشوف دخول اوستن ثيوري المفاجئ على رومان رينز. طبعا شفناه في اخر عرض رو انه ظهر لبوبي لاشلي وقال ان هو هيصرف الحقيبة على بوبي لاشلي، لكن بعد كده ظهر تاني لرومان رينز. طبعا ما تفتكروش بظهوره لرومان رينز هو كده هيدخل في مواجهة رومان رينز وبروك ليسنر. كل ده تمويه علشان ما يكونش حد عارف هو هيصرف الحقيبة على مين، ويكون الكل مستني حقيبة الماني ان ذا بانك تتصرف في سمر سلام، وممكن ما يصرفهاش اصلا في سمر سلام. دي كده كانت الفقرة الأولى ظهور رومان رينز زي ما قالوا لنا. بعد كده بقى بنشوف دخول جانتر ومساعده، وبنشوف بعد كده ظهور مفاجئ لشينسكي ناكامورا، وطبعا بيحدثوا بعض. بعد كده بيحصل مباراة ما بين مساعد جانتر اللي هو لودوينج وشينسكي ناكامورا. المهم ان في المواجهة دي بيفوز شينسكي ناكامورا. بعد كده بنشوف دخول بطل القارات جانتر، وبيطرد المساعد بتاعه وبيضربه. بصراحة المواجهة غريبة ومش مفهومة ايه الهدف منها. هل المواجهة دي اتعملت علشان يخلوا جانتر لوحده من غير مساعد، ولا دي بداية تكوين عداوة ما بين شينسكي ناكامورا وجانتر؟ لان في اخبار مهمة كانت بتقول ان جانتر هيواجه جون سينا في سمر سلام. طبعا لو حصل وشفنا العداوة دي ما بينهم، يبقى خلاص كده جون سينا مش هنشوفه في السنة دي. لكن لو كان الهدف منها هو ان جانتر المساعد بتاعه يبعد عنه، فانا شايف ان هو اصلا ملهوش لازمة. هيبان كل شيء في عروض سماك داون اللي جاية. بنشوف بقى مواجهة جندر مهال والرئاسة شانكي قدام ذا فايكنج رايدر. بصراحة مش عايز اتكلم عن المواجهة التافهة دي كتير. بنشوف بقى طبعا مواجهة ملهاش اي لازمة، بتنتهي بفوز ذا فايكنج رايدر. بعد كده بيدخل ذا نيو داي عليهم الحلبة زي كل مرة، بيضرب كوفي بيسيطر كينج وودز، ولكن في النهاية بنشوف السيطرة لذا فايكنج رايدرز. كل ده بيعمله لهم كترويج علشان لما يواجهوا الاسس. طبعا هم راجعين بالشخصية الهيل، وبصراحة هي فرقة كويسة بس في النهاية هتتهزم كده كده من الأسس. بنشوف بقى مواجهة ما بين الأسس وفريق لوساريوس. طبعا مواجهة ما فهمتش ايه هو الهدف منها، بتنتهي طبعا بفوز الأسس بكل سهولة. ما فيش تدخل لأي فريق من برا، ما شفناش اي شيء في المواجهة دي. الماتش تقريبا ما اخدش غير دقيقتين. المهم ان انتهى في الاخر بفوز الأسس. بننتقل بقى للحدث الرئيسي، وده كان احسن حاجة في العرض. طبعا مواجهة ما بين درو ماكنتاير وبوتش. طبعا مش الحلو المواجهة، انما حلو قصة العداوة ما بين درو ماكنتاير وشيمس. ومباراة زي دي هنشوفها في عرض سمر سلام، ودي من اجمل المواجهات اللي هتكون في العرض. بنشوف بقى قوة من درو ماكنتاير، في النهاية بيفوز بكلاي مور جميلة. بيحاول شيمس انه يدخل الحلبة، لكن درو ماكنتاير بيجيب السيف وبيقطع بيه حبل الحلبة، وبتخرج نار من جوانب الحلبة علشان ينتهي العرض بالطريقة الجميلة دي. نهاية العرض كانت كويسة، لكن بدايته ما فيهاش اي شيء. عرض برضو في حاجات غريبة شوية كده. طبعا بقى في نهاية العرض انا اديله 6 من 10. وكده يكون انتهى ملخص عرض سماك داون. تحياتي لكم من قناة اهم اخبار الـ WWE.